إرادة الإيمان The will to believe. رؤية أخرى للعلاقة ما بين الإيمان والعقلانية مشابهة لإيمانية كيركغارد قدمها فيلسوف وعالم النفس الأمريكي ويليام جيمس في مقال شهير بعنوان إرادة الإيمان The will to believe، وجادل فيه إن على النقيض من اللي عنوان مقاله بيقترحه، وهو إن الفرد لابد له من تأكيد المعتقدات بمجرد إرادتها، في بعض الأحيان بنكون مجبرين على تقرير قبول معتقدات معينة حتى في غياب الأدلة، وفي المواقف المناسبة قرار الاعتقاد أفضل من قرار عدم الاعتقاد. علشان أقدر أرسم لك صورة واضحة لوجهة نظر جيمس، لابد أولاً أني أوضح لك الموقف المضاد اللي قدم رؤيته ضده. الموقف المضاد هو رؤية الفيلسوف والرياضي البريطاني ويليام كلافورد اللي طرحه في ورقة فلسفية مهمة جداً أنصحك بقراءتها بعنوان أخلاق الاعتقاد The Ethics of Belief، وجادل فيها أن الفرد لابد له أن لا يعتقد في أي معتقد إلا إذا كان عنده ما يكفي من الأدلة الجيدة لدعم هذا الاعتقاد. وبدأ بحثه بمثال: تخيل أن قبطان سفينة أدرك أن سفينته ربما تحتاج لبعض الإصلاحات قبل ما يبحر بها، لكنه أقنع نفسه بعكس هذا لما تذكر الرحلات الناجحة العديدة اللي خضها بالسفينة والرجال المهرة اللي وثق فيهم لصناعة وبناء سفينته، وقرر أنه يطرد الأفكار السيئة عن عقله ويبحر. لكن للأسف السفينة غرقت في نهاية المطاف. كلافورد بيجادل أن قبطان السفينة مسؤول أخلاقياً morally responsible عن الكارثة اللي وقعت، لأن اعتقاده اللي كونه كان غير مبني على الأدلة، التفكير العاطفي الرغبوي wishful thinking أو الأمل غير كافي لتبرير اعتقاده، لابد من وجود أدلة قوية لتبرير الاعتقاد. ومن هنا كلافورد بيطرح مبدأ مهم: إنه دائماً من الخطأ في أي مكان لأي شخص تكوين أي اعتقاد بدون وجود أدلة كافية. It is wrong always, everywhere, and for everyone to believe anything upon insufficient evidence. وبالتالي طبقاً لرؤية كلافورد اللي أحياناً بيطلق عليها الرؤية الدلالية evidentialism، الاعتقاد له تبعات أخلاقية moral implications، ومن هنا بيصبح من غير الأخلاقي الاعتقاد بدون أدلة كافية. بالتأكيد المبدأ ده له تبعات على كل المعتقدات ناهيك عن المعتقدات الدينية. جيمس جادل ضد طرح كليفورد وطرح رؤية إن في بعض الأحيان من المبرر إن الفرد يكون عنده معتقدات بدون أدلة دعم ليها، وإن خلال حياتنا بنختار أحياناً إننا نكون معتقدات في ضوء أدلة قليلة جداً أحياناً تكاد تكون منعدمة. على سبيل المثال، تخيل إنك بتتسلق قمة جبل شاهقة وأصبحت في وضع لابد فيه من القفز مسافة عالية بين صخرتين في القمة بدون أي سابق خبرة في قفزات مشابهة، ما عندكش أي أدلة على قدرتك على القفز المسافة الكبيرة دي بنجاح، لكن الأمل والثقة في نفسك قد تكون كافية للوثب وتحقيق القفزة المستحيلة دي اللي من غير الممكن تحقيقها بدون العواطف النسبية والاعتقاد الغير مبرر في قدراتك وثقتك في نفسك. لكن دلوقتي تخيل لو كنت قرأت أخلاق الاعتقاد لكلافورد وشعرت بمسؤوليتك الأخلاقية تجاه نفسك لو قررت القفز بدون أي أدلة كافية. الرأي الحكيم في الحالة دي هو الثقة بالنفس وتكوين اعتقاد ورغبة في النجاة بالقفز. الاعتقاد أصبح مكون أصيل في إدراك الهدف، وبالتالي أصبحت هناك حالات فيها الإيمان يصنع أدلته. آمن وستكون على صواب لأنك هتنقذ نفسك، أو شك وساعتها ستكون أيضا على صواب لأنك هتهلك نفسك فوق قمة الجبل. الفرق في الحالتين إن في أحدهم هتكون من الناجين. بالنسبة لجيمس توجد تبعات عملية أو براجماتية لمعتقداتنا، وزي ما شفنا في المثال السابق في بعض الأحيان من المفيد إننا نؤمن حتى في غياب الأدلة، وفي بعض الحالات الأخرى بنكون في حالة اختيار ما بين فرضيات. تقرير الاختيار ده بيكون على أحد صور ثلاثة قدمها جيمس. الصورة الأولى الحياة أو الموت living or dead. في الصورة دي كلا الفرضيتين بيحتوي على مكون عاطفي غير عقلي بيقترب من عواطف الفرد. اختيار الموت يفتقد الصلة دي
على سبيل المثال بالنسبة لكتير من الألمان وقت الحرب العالمية الثانية، اختيار انك تكون يهودي ما كانش بكل تأكيد اختيار حياة. الصورة الثانية هي الاختيار ما بين الإجباري أو اللي من الجائز تجنبه، forced or avoidable. الاختيار الإجباري اللي فيه كلا الفرضيتين لا يعتمد على بعضهما البعض، mutually exclusive، ولا يوجد إمكانية اختيار أي فرضية ثالثة. على سبيل المثال خيار إنك تسمع الحلقة دي من كلام فلسفة من عدمه، خيار إجباري. أما الخيار اللي من الممكن تجنبه لا يحتوي على علاقة الانفصال دي. على سبيل المثال لو سألتك عن المرشح السياسي اللي بتدعمه في انتخابات رئاسية ما، في الحالة دي الفرد من الممكن إنه يختار أو يتجنب الاختيار تماما، على الأقل في معظم المجتمعات اللي بتتمتع بقدر من حرية تقرير مصيرها. والصورة الأخيرة للاختيار، إما أن الاختيار يكون لحظي أو بسيط، momentous or trivial. الاختيار اللحظي من اسمه هو الاختيار الذي لا يتطلب غير لحظة لتقريره. يعني مثلا لو قدامك اختيار السفر المجاني لحضور فعاليات كاس العالم لكرة القدم، غالبا الأمر مش هتتطلب غير لحظات للموافقة عليه، على الأقل عند كتير من الناس. أما القرار البسيط هو اللي لا يتطلب مجهود لتقريره. على سبيل المثال قرار تجنب التعذيب الجسدي أو الإهانة قرار سهل وبسيط لكتير من الناس. بعد التقسيم ده جيمس بيقول إن الاختيار الحقيقي الأصيل genuine اختيار حياة living إجباري forced ولحظي momentous، وبيجادل إن الدين اختيار حقيقي وأصيل عند كتير من البشر، وفي مواجهة خيار أصيل زي ده حتى في غياب الأدلة أخذ خطوة تجاه الإيمان قد يكون القرار الأفضل، لأن غياب الأدلة في مواقف الخيارات الإجبارية من النوع ده بتفرض علينا استخدام طبيعتنا العاطفية الغير عقلانية، أو زي ما جيمس جادل في كتابه الأشهر مقالات في البراغماتية Essays in Pragmatism اللي نشره سنة 1970، إن طبيعتنا العاطفية مبررة في تقرير خيار بين فرضيتين في حالة خيار أصيل لا يمكن بطبيعة حاله تقريره على أرضية عقلانية، لأن عدم تقرير الاختيار في حد ذاته قرار عاطفي، مثله كمثل اختيار أحد الخيارين يخاطر بعدم الوصول للحقيقة. في حالة المعتقدات الدينية مخاطرة فقدان الحقيقة الكبرى مجازفة كبيرة لا يمكن لمعظم الناس تحملها حتى وإن أخطأوا الاختيار. وباتباع رؤية كليفورد الدلالية بتكوين اعتقادات فقط في حالة وجود أدلة داعمة هيسبب إن حياتنا تظل فقيرة معرفيا وخالية من البحث الوجودي اللي هو جوهر وجودنا الإنساني. لكن في حقيقة الأمر في مجازفة في رؤية كل من كليفورد وجيمس. لو اتبعنا كليفورد في حين إننا هنتجنب الاعتقاد في الأمور الخاطئة هنجازف بالاعتقاد في بعض الأمور الصحيحة اللي قد تكون مفيدة لكنها غير مبررة، أو زي ما جيمس وصف هو تقرير الأفضل المجازفة بفقدان الحقيقة من احتمال الخطأ، better risk loss of truth than chance of error. أما لو اتبعنا رؤية جيمس أو اختيار الاعتقاد في أمور غير مبررة قد يقودنا لخطر الوقوع في أخطاء جوهرية في إدراك واقعنا وحقيقة وجودنا، لكن جيمس مازال بيجادل إن كان الدين صحيح ولا توجد أدلة كافية على وجوده لا أرغب في التنازل عن فرصتي الوحيدة في الحياة في أن أكون على الجانب الفائز.